سنوار سنوار، انا بظنش انكم عارفين وين انا اسا بالضبط. ارفع ارفع ارفع. انا موجود حاليا في رفح، فلوس رفح. اتفرجوا، هاي رفح مدمرة مكسرة، وكل هذا بسبب المنظمة الإرهابية حماس والفار اللي متخبي زي الفار يحيى سنوار. خليني أمرجيكو، تفضلوا. سنوار سنوار، هي سنوار فار إرهابي مش أكتر من هيك. واسمعوني عاجلاً ما آجلاً يا سنوار رح نوصل لك. ومثل ما أنا عم بلف وبشم الهواء في رفح كيف ما بدي وعلى بالي، يوم من الأيام رح نوصل لك وجيش الدفاع الإسرائيلي رح يدعس على راسك. فهمت؟ كلب ابن كلب.